أطاح بوالده من الحكم وحكم لـ50 عاماً. تقرب من إسرائيل وإيران وحاول لعب دور الوسيط في المنطقة. السلطان قابوس بن سعيد، الموت بعد صراع مع المرض. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى، ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم. بهذه الكلمات أعلن عن وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد. ولد في 18 من نوفمبر عام 1940، وهو ابن سعيد بن تيمور الوحيد، وهو ثامن سلاطين أسرة البوسعيد. مع اندلاع ما سمي بثورة ظفار عام 1962، والتي قامت ضد حكومة سلطنة عمان والاستعمار البريطاني وواجهتها السلطة بالقمع، إلا أنها لم تنجح بكبح التمرد حتى عام 1970، حيث خرجت البلاد عن السيطرة، لينفذ قابوس انقلاباً أبيضاً على والده لينجح بالسيطرة على الحكم دون قطرة دم. حكم السلطان قابوس. بعد أن أطاح بوالده، كانت ثورة ظفار في أشدها ليعمل على إنهائها لمدة 5 أعوام، ومن ثم بدأ بعملية بناء سلطنة عمان الجديدة، وأطلق ما أسماه برنامجاً لتحديث البلاد، حيث عمل على الإصلاح الاقتصادي ورفع الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية لتحظى سياسته بشعبية كبيرة في عمان. وعلى الرغم من غياب الديمقراطية بشكل شبه تام، إلا أنه تعرض لهزات عدة كان أكبرها عام 2011. ففي خضم الربيع العربي اندلعت احتجاجات واسعة في البلاد مطالبة بالإصلاح، لتفرقها الشرطة بالقوة وتعتقل العشرات. عقب الاحتجاجات بأيام، تعهد ابن سعيد بزيادة فرص العمل ورفع الرواتب. إلا أن أكبر حلقات الجدل حول البلد وسلطانه كانت عبر علاقاته الخارجية، أبرزها مع إيران وإسرائيل، حيث اعتبرت عمان من أكثر الدول تقرباً من إسرائيل، وزارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2018، مما خلق جدلاً كبيراً حول العلاقة بين الدولتين. أما بالنسبة لإيران، أحد أكثر الدول خطراً على العرب، والتي عرفت بتدخلاتها الكبيرة في الوطن العربي، فقد لعبت سلطنة عمان دور الوسيط بين إيران والعرب، وحاولت مراراً أخذ دور الدولة المحايدة في المنطقة. كما انتهج قابوس خلال توليه الحكم نوعاً من الحياد في القضايا الإقليمية والدولية، لكنه احتفظ بعلاقات صداقة مع الدول العربية ودول العالم عامة، وارتبط بعلاقات عسكرية وسياسية قوية مع واشنطن. مرضه ووفاته. سافر السلطان العماني في صيف عام 2014 إلى ألمانيا، وذلك في رحلة علاجية وفق ما أكد البلاط السلطاني. وفي ديسمبر الماضي، قال التلفزيون العماني أن السلطان قابوس بحالة مستقرة ويتابع علاجه، لتكشف مواقع إخبارية أنه مصاب بمرض عضال. وكثرت التساؤلات حوله في آخر شهر بعد زيارة سريعة لبلجيكا، كما ازدادت الشكوك حول قدرته على الاستمرار بالحكم ومن سيخلفه، حتى إعلان وفاته يوم أمس السبت من قبل التلفزيون العماني. قابوس بن سعيد وضع طريقة لتحديد وريثه في الحكم، وهي إعطاء 3 أيام مهلة لمجلس الأسرة الحاكم لتحديد السلطان الجديد. وفي حال عدم اتفاق الأسرة الحاكمة على الاختيار، يفتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خليفته في الحكم. وقد أصر ابن سعيد على عدم الإفصاح عن خليفته، خوفاً من تقليص نفوذه وتحكم البعض بحكم البلاد. وبعد وفاته مباشرة، تم تحديد ابن عمه هيثم بن طارق سلطاناً للبلاد. وأعلنت العديد من الدول العربية من بينها الأردن وموريتانيا ومصر الحداد على وفاة السلطان العماني. هيثم بن طارق هو ابن عم السلطان الراحل وأحد الأعضاء البارزين في العائلة الحاكمة. ولد عام 1954 في مسقط عاصمة عمان، وتخرج من جامعة أكسفورد البريطانية عام 1979، وتقلد مناصب عدة في الدولة العمانية، كان آخرها منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002 وحتى تنصيبه سلطاناً. وقد تعهد بمواصلة ذات النهج الذي اتبعته عمان في سياستها الخارجية،
لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ السلطنة بعد 50 عاماً.